أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يوم. ما هي الضوابط القانونية والأخلاقية التي من شأنها الرفع من جودة هذا الإعلان؟ لإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يحضر معنا دكاترة كما قلت متخصصون في المجال وأساتذة وصحفيون مقتدرون. مدينة فاس بهذه المناسبة تشرف مهندس مدينة فاس، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل كذلك للدكتور علال العمراوي النائب الأول لعمدة مدينة فاس. مع رحيل العلامة البالي رحمه الله كان أستاذا بارزا وعالما جليلا ملتقى، وكل شركائه وضيوفه وحضوره بتعزيهم القلبي الحار لأسرته الطاهرة. لإجابتي على هذا اللقاء الهام على العديد من الأسئلة الرائعة ولعل أبرزها على الإطلاق، هل أدى التحول في التحول الإعلام الإلكتروني إلى تراجع الاهتمام بالصحف والمجلات إلى العناية الفائقة والاهتمام الوافر إقضاء للحاجة العلمية والثقافية لساكنات هذه المدينة التواقى دوما للتنمية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أولا أشكر الحضور الكريم الذي حضر لهذا الملتقى الأول للصحافة الإلكترونية بمدينة فاس، المدينة الجميلة، المدينة التي لها تاريخ عريق. من مدينة آسفي وباسم الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية أقدم تعازيا خاصة للعلامة الشيخ أحمد غازي الحسيني الذي توفي أمس، وهذه يعني بصراحة خسارة كبيرة للأمة المغربية والأمة الإسلامية التي فقدت هذا الشيخ من هذا الوسط الثقيل. فتعازينا الحارة لأهل مدينة فاس وللمغاربة وللأسرة خاصة. لا أنسى دائما الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2000 الذي وجهه للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، والذي دعا فيه الأسرة الإعلامية المغربية إلى النهوض بالإعلام الوطني بمختلف أجناسه. ونحن الآن نرى وبعد الدستور الجديد الذي أعطى للصحافة حقها وأعطى للحرية مساحة شاسعة والحق في الوصول إلى المصدر والمعنى، على أن يتم تنظيم هذا الملتقى بمدينة فاس بعدما كان سننظمه بمدينة آسفي، لكنه أصر وأوجه إليه بكل سر. حدود 20 دقيقة لكل متدخل. كيقول له عطيني السياق وما تعطينيش المعنى، بمعنى أن السياق أهم من المعنى. في الحقيقة أنا بغيت نبدا بجوج ملاحظات بسيطة ولكن هي الأصل في كل ما يجري، ولربما في ما سيجري في القادم من عقود وسنين. الملاحظة الأولى هو أن العالم يعيش هذا 10 سنين 15 سنة، أنا غادي نضرب بالدارجة وعربية فصحى وفرنسية باش ما يكونش عندنا إكراه للغة وإكراه لل. فأنا كنتصور أن العالم يعيش منذ حوالي 10 سنين 15 سنة، لا أقول ثورة تكنولوجية ولكن أقول طفرة تكنولوجيا حقيقية في البيوتكنولوجيا، في الطب، في الصيدلة، في النوفو ماتيريو وفي غيره، ولكن ثورة حقيقية أيضا. بقي موضوع الأخلاق موضوعا حاضرا إلى حدود اليوم، واليوم نتحدث عن مدونة الأخلاق في مجال الإعلام بشكل عام. لذلك أو أصبح يدخل على الخط في محيط التغيير في محيط إعلامي أو هذا الجهاز الإلكتروني يشارك.
Gracias.
شنو دريك استاذ في الملتقى؟ يعني شنو الملتقى؟ سولي على الملتقى سولي على الفاس اصاحبي شحال هذا؟ ما فاش شتي فاس؟ كيفاش هذا الصباح؟ تبارك الله على سي فور. كنشوف اننا دابا يمكن باب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله اليوم نعيش لحظات جميلة في المنطقة الوطنية الأول للصحافة الإلكترونية الذي افترضت تحقيق غاية مشتركة أهداف مشتركة وهي النهوض بالقطاع الإعلامي وتتمنوا أن هذا الملتقى الفرصة تتوج لإصدار توصية وبالمناسبة لا يسعنا إلا أن نشكر على الشيخ